السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل شابتر الكلاس 1 Treatment of Mal Occlusion من كتاب لورا ميتشل. Hello and welcome to Dentistry 101, your source for online dental education. We hope that you enjoy. طيب يا جماعة، احنا في الشابتر اللي فات فهمنا ازاي نقدر نعمل دايجنوزز ونعرف المشكلة منين، وزي ما قلنا احنا هدفنا ان احنا نوصل في الاخر لكلاس 1 انتيريور اللي هو كناين و انسايزر ريليشن شيب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا هدفنا انه لو زي ما اتكلمنا في شابتر دايجنوزز زي الصورة اللي تحت، انه الكلاس 1 ان اللور انسايزرز بتاعتي بتبقى يدوب خبطة في السنجلوم بتاعت الابر انسايزرز بتاعتي، خلاص. لو اللور انسايزرز في مكان لورا اكتر بتبقى كلاس 2، يعني معناه ان الابر انسايزرز خارجه لبره اكتر او اللور انسايزرز داخله لجوه اكتر، ايا كان السبب ان المجزله كبرت اكتر او المندبل كبر اقل، ساعتها بتبقى كلاس 2. العكس كلاس 3، لو انا عندي اللور انسايزرز عامله كونتاكت او في نفس في لو بصيت من الجنب انترو بوستيريور لقيتها ان هي انتيريور للسنجلوم بلاتو بتاع الابر، خلاص ساعتها بقيت انا كلاس 3. ده بيبقى سببه يا اما المجزله حجمها كان صغير بالنسبه للمندبل، او المندبل حجمه كبر زياده عن المجزله. فاحنا في الشابتر ده بنتكلم عن حالات الكلاس 1 اللي هو في مال اوكلوجن عندي، ممكن يكون كراودنج، ممكن يكون سبيسنج، هنتكلم. بس لما بص على الانسايزرز قدام، احنا خلاص اتكلمنا البريتش كلاسيفيكيشن بتهتم بان الانسايزرز بتاعتي تكون كلاس 1، زي ما اتكلمنا قبل كده ان الامريكان اللي هو كتاب بروفيت والحاجات دي بيهتم انه كلاس 1 تكون مولر. احنا في العرف دلوقتي بقى نهتم بالانتيريور اكتر، في المدرسه البريطانيه اللي هيحضر ام اورثو او كده الكلاس 1 هي اللي بتبقى احسن. احنا هدفي انه اللور انسايزرز تبقى يدوب على سنجلوم بلاتو بتاع الابر انسايزرز بتاعتي. ده معناه ان المجزله اكبر حاجه بسيطه من المندبل، او المجزله سابقه المندبل حاجه بسيطه. يعني نبدا نقول بسم الله. فاحنا متوقعين من الشابتر ده بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انه الشابتر ده الحالات الكلاس 1 يعني الريليشن شيب بتاعت الانسايزرز كويسه، بس عندي مشكله تانية موجوده عندي. هو هنا بيقول لحضرتك ان هو كلاس 1 ان اللور انسايزر ايدج بيخبط في السنجلوم بلاتو بتاع الابر. بس يعني انترو بوستيريور دلوقتي كلاس 1 و2 و3 دي بتاعت الانسايزر انترو بوستيريور، يعني انا باصص للعيان من الجنب. احنا في الطبيعه لما بتضحك او بتتكلم بتبص للاسنان من قدام، بس انا هنا باصص من الجنب، فانا هنا عندي مال اوكلوجن، بس لما ابص من الجنب هلاقي العلاقه كلاس 1. يعني انا لو بصيت من الجنب هلاقي اللور انسايزر خبطه في السنجلم بلاتو بتاع الابر، ده كلاس 1 بتاعي. بس لو بصيت بقى من الحته الثانيه من قدام مثلا هلاقي ان في مال اوكلوجن. فهو هنا بيقول لك ان الانترو بوستيريور ذوز وير انترو بوستيريور اوكلوجن از نورمال. يعني لو انا بصيت من الجنب عشان اشوف قدام وورا، انت لو سلمت على واحد من وشه مش هشوف العمق، العمق ده اللي هو انترو بوستيريور، انت باصص له من الجنب وشايف انترو بوستيريور. فهنا بيقول لك انترو بوستيريور نورمال، يعني هي كلاس 1. ما هو كلاس 1 بتاع الانسايزر اللي هو اكون باصص من الجنب واللور خبطه في السنجلوم بلاتو على الابر بتاع الابر. بس انا عندي بقى مشكله حاجه تانية، يا اما سبيسنج، يا اما كراودنج، يا اما امباكشن، سنان خبطه مش لاقي مكان تطلع. بس في المجمل الحالات الكلاس 1 بتبقى اسهل، لان انت طبعا مش شرط يعني، بس في الغالب ان علاقه المجزله بالمندبل من الجنب كلاس 1 انت المشاكل اللي بتبقى عندك اسهل، غير لما تبقى الحاله كلاس 2 او كلاس 3. ان غالبا يا جماعه الكلاس 2 وكلاس 3 بيبقى فيهم مشاكل كراودنج وسبيسنج برضو، بس انت على الاقل عندك هنا حاجه مظبوطه، يعني العلاقه مظبوطه من الجنب، غالبا هتلاقي الحاله اسهل، بس مش شرط طبعا يعني. طيب نبدا نتكلم لكلاس 1. زي ما اتكلمنا ان هو كلاس 1 طبيعي ان هو يبقى المجزله سابقه المندبل حاجه بسيطه زي ما اتكلمنا في الدايجنوزس. احنا هنا عندنا الكلاس 2 زي خلاص اتكلمنا ان هو بيبقى المندبل داخل لجوه اكتر شويه، او المجزله هي اللي خارجه لبره في حالات كلاس 2. كلاس 3 يبقى المندبل هو اللي خارج لبره، او المجزله هي اللي داخله لجوه زي ما اتكلمنا في الصوره، خلاص. ده بيقول لحضرتك ان هو لو في بقى مشكله في العظم بتبقى كلاس 2 او كلاس 3، يا اما المجزله خارجه لقدام او داخله لجوه، خلاص اتكلمنا تمام. بيقول لك انكريز الفيرتيكال ملوش علاقه بالكلاس 1، يعني انت دلوقتي ممكن تبقى عندك الحاله كلاس 1 بس عندك فيرتيكال مشكله فيرتيكال. احنا اتكلمنا انترو بوستيريور في حالات كلاس 1 بتبقى الدنيا كويسه، بس لو انت عندك مشكله فيرتيكال في الطول، العيان وشه طويل، عنده ديب بايت، عنده اوبن بايت، الحاجات دي كلها يا جماعه دي فيرتيكال، دي ممكن تبص من الجنب تلاقي سنان كلاس 1 بس هي مال اوكلوجن، يعني عيان مش عارف ان هو يقفل سنانه على بعض عشان عنده انتيرير اوبن بايت. بس لو بصيت من الجنب هتلاقي مستوى اللور انسايزرز في نفس
نفس مستوى السنجلوم دي تعتبر كلاس 1. لو لقيت عندك ديب بايت، لو لقيت عندك الاسنان اللور داخله في الابر جامد قوي، بس لو بصيت من الجنب لقيت ان اللور داخل في السنجلوم او في نفس مستوى السنجلوم بتاع الابر، ده معناه انك لسه كلاس 1. طيب فهنا بيقول لك انه موست سوفت تيشو في الحالات الكلاس 1 بتلاقيها فيرفور نوت ايثيولوجيكال فاكتور. يعني هو بيقول لك في معظم، خلي بالك مفيش حاجه في التقويم ثابته، بس هنا بيقول لك انه في الغالب يا جماعه السوفت تيشو اللي هو اتكلمنا في الشابتر اللي فات، اللبس والتونج والحاجات دي كلها، بيدخل السنان وبيخرجها لجوه. كون ان انت بقيت كلاس 1 في الغالب التونج والسوفت تيشو كويسه، لان العلاقه انتروبوستيريور. لما انت عندك اللبس من بره والتشيك من بره بتدخل السنان لجوه، عندك التونج من جوه بيزق السنان لبره. فانت غالبا لو انت وصلت لكلاس 1 العلاقه اللي هو قوه اللبس ماشيه مع قوه التونج، معناه غالبا ان الوضع عندك هيكون كويس، لان السنان انتروبوستيريور مظبوط. يعني هتلاقي المشكله عندك مش بسبب سوفت تيشو، يعني ممكن عيان يكون بيبلع بلسانه بيزق بلسانه جامد، ساعتها اللور انسايزر يطلعوا لبره جامد قوي، يبقى كلاس 3. فانت في الغالب حالات الكلاس 1 كون ان العلاقه من بره وجوه متناسقه، يعني لا بس مش شرط طبعا، ما هو ممكن يبقى عندك التنج بيزق الابر واللور مع بعض وتفضل كلاس 1 بس عندك مشكله في التنج. بس هو هنا بيقول لك في الغالب لو انت عندك حاله كلاس 1 معناها الدنيا ان شاء الله ممكن تبقى كويسه خلاص. قال لك بقى اكسبشن في حالات الباي ماكسيلاري زي ما اتكلمنا، باي ماكسيلاري بروكلاينيشن وير ذا اوتر ابر اند لور از بروكلاين. بيقول لك معانا في حالات طبعا انت ممكن تبقى كلاس 1 بس، يعني احنا اتكلمنا ان كلاس 2 اللي هو الماكسيلا خارجه لقدام والمندبل داخل لجوه، كلاس 3 العكس. طب ممكن تفضل كلاس 1 لو الماكسيلا والمندبل خرجوا لبره، يعني الاثنين خرجوا لبره علاقتهم ببعض هتفضل كلاس 1 بس هما الاثنين خارجين لبره وعاملين مشكله في شكل العيان. بيقول لك الموضوع ده ممكن يكون عادي في حبه ريسز، في حبه اعراق زي مثلا الناس اللي هما الافارقه بتلاقي عندهم باي ماكسيلاري بروتروشن، دي حاجه عاديه. بس لو الناس القوقاز او الناس الامريكان والاوروبيين لو عندهم باي ماكسيلاري بروتروشن الموضوع بيبقى الشكل مش لطيف. يعني هو الافارقه شكلهم بيبقى حلو كده، بس بالنسبه للناس الاوروبيين وكده لا، ده مش الشكل الطبيعي عندهم. فساعتها انت عندك الحاله كلاس 1 بس في نفس الوقت انت محتاج تدخل تعالج الباي ماكسيلاري بروتروجن ده، انك تدخل الابر واللور ليه جوه في نفس الوقت. تمام. طيب بيكلمك ان في الدنتال فاكتورز عندنا انه هو يا جماعه اغلب حالات الكلاس 1 بيبقى سببها ان انت عندك العضلات، يعني الاسنان، ما هو الاسنان بتبقى خارجه بالبره او داخله لجوه حسب قوه اللسان وقوه اللبس من بره واللسان من جوه. انت طالما ان حضرتك لقيت ان ان هي كلاس 1 في الغالب هتلاقي المشكله سببها انه حجم في كراودنج او زي ما قلنا او سبيسنج، سببها ان الطفل عنده حجم الاسنان مش متناسق مع حجم الفك. يعني ممكن الطفل يكون ورث حجم الفك كبير من والده بس ورث حجم الاسنان الصغير من والدته، فساعتها الاسنان بيبقى فيها سبيسنج، ده عنده مال اوكلوجن بس انتروبوستيرور هي مازالت كلاس 1. في حالات الكلاس 1 يا جماعه انت بيبقى عندك غالبا المشكله ديسكريبنسي في فرق بين الحجم بين الاسنان وبين الفك، سواء عنده سبيسنج نتيجه الاسنان اصغر من الفك او العكس الكراودنج نتيجه ان الاسنان اكبر بكتير من حجم الفك، فالسنان مش لاقيه مكان، فانت ساعتها محتاج تضطر تعمل تقويم. تمام. هنا بيكلم حضرتك على كراودنج، هنا بيقول لك انه في كراودنج حجم الاسنان عندك اكبر بكتير من حجم الفك. وبيقول لك ان اغلبيه الناس يا جماعه، انا نفسي عندي كراودنج، اغلبيه الناس بيحصل لهم كراودنج او بيحصل لهم حاجه اسمها ليتين كراودنج مع الوقت في الاواخر العشرينات. كراودنج الاسنان نتيجه الميزيال دريفتنج بتميل لقدام، بيحصل كراودنج. فاكتر من 60% من الناس بيبقى عندهم كراودنج، وفي الغالب الناس دي بتبقى عندهم كلاس 1 انسايزر وكراين ريليشن شيب عادي، بس الحالات دي عندها كراودنج. دي علاجها بيبقى سهل نوعا ما طالما انك كلاس 1 قلنا، مش محتاج تحرك قدام ورا، كل اللي محتاج تعمله انك تعالج الكراودنج. وبيكلم حضرتك يا جماعه هنا ان انت هدفك ان انت تمنع الكراودنج، انك تقلل درجه الكراودنج خلاص. واوقات يا جماعه لو الطفل لسه بيمه او الاسنان لسه بتطلع في مكانها ما طلعتش، في الغالب لو انت خلعت اسنان عشان تعالج الكراودنج الاسنان الثانيه هتطلع وتفك الكراودنج من غير ما تحتاج تقويم. زي اشهر حاجه اسمها السيريال اكستراكشن، هو هنا مش كاتبها. السيريال اكستراكشن دي حاجه في جروينج تشايلد عشان نخلي الفايف يطلع في الاخر مكان الفور وما يكونش فيه اي كراودنج موجود عندي، ومن غير ما اضطر ان انا اعمل تقويم. دي بتتعمل حركه بتتعمل حلوه قوي عشان انا كده ببقى عارف ان الطفل هيحصل له كراودنج، فانا ممكن امنع الكراودنج ان هو يحصل بالذات في المندبل اكتر. احنا اتكلمنا اكتر من 60% من الناس بيحصل لها كراودنج، فساعتها انا ممكن امنع الموضوع ده عن طريق السيريال اكستراكشن
ان انا اخلع الاسنان والطفل لسه بينمو في سن 9 10 سنين. في فيديو ان شاء الله هنزل الرابط بتاعه بتاع البيدو شرحنا فيه السيريال اكستراكشن بالتفاصيل، لو انا مش كاتب مش جايب سيرتها يعني. بس المهم يعني السيريال اكستراكشن دي حاجه بتتعمل، ان هو بيقول لك هو ان انت لو عندك جروينج تشايلد والاوكلوجن مظبوط وكل حاجه تمام، الاسنان هتطلع طبيعي، هتفك كراودنج وتدخل في الاسنان، تدخل في المكان الطبيعي بتاع الخلع بتاع الفك بتاعي. وبيقول لحضرتك هنا ان انت بقى لو بعد ما تخلع والاسنان المفروض في خلال 6 شهور تفك الزحمه زي سيريال اكستراكشن وتدخل في المكان، لو لقيت ان الاسنان لسه في بعض الحالات الاسنان مش هتتعدل لوحدها، محتاجه اكتف ابلاينس، محتاجه انك تركب للطفل تقويم علشان تفك الكراودنج بتاعه خلاص. وهنا بيتكلم حضرتك حاله ان هو خلع البريمولرز وعالج الكراودنج بدون ما يحتاج ان هو يعمل تقويم خالص للعيان. زي ما حضرتك شايف الصورة اهو، هو الطفل اهو كان جه في مرحلة 9 10 سنين. بص لو بصيت هنا هتلاقي المسافة الصغيرة دي لسه بدل الدي بس الاي لسه ما وقعش، فجه المفروض الفور هيطلع، الفور طبعا مش لاقي مكان، هو هيخلع الاي وبعدها لما الفور يطلع يخلع عشان هو عارف ان المسافة دي مش هتكفي الفور. بص هو باينه اهي من اولها ان هو المسافة مش هتكفي الفور في الجنب ده، فهو عمل ايه؟ عمل ان هو قرر ان هو يخلع الفور، اول حاجه هيخلع الاي، فلما الفور يبدا يطلع هيقوم خلعه هو كمان عشان الفايف يطلع مرتاح، وفي نفس الوقت يحصل ميزيال دريفت للسكس بتاعه زي ما حضرتك بصيت اهو، ده بدون تقويم. يعني هو بيقول لك ان هو عالج الكراودنج، تربق هو باين ان هو هنا بقى فيه كراودنج، بص انتيريور فيه كراودنج، ولو الفور كان بدا يطلع في مكانه كان هيزود الكراودنج بتاع الانتيريور اللي قدام اهو، كده كده الفور ملوش مكان. فكل اللي هو عمله ان هو خلع الاي وبعدها لما الفور بدا يطلع وبدا يظهر قام هو كمان خلعه، بعدها استنى الفايف يطلع، فالفايف طلع في المكان الفاضي، وفي نفس الوقت السكس اتحرك قدام عمل نيزيال دريفتنج وكراودنج اللي قدام خف شويه. لو بصيت تلاقي الكراودنج اللي قدام خف والاسنان ما بقاش فيها اي كراودنج. هتقولي طب يا دكتور هو خلع اللي في الجنب التاني ليه؟ هقول لك عشان احنا بنعمل حاجه اسمها بالانس في الاكستراكشن. يعني انا لازم لما اخلع فور في جنب واحد عشان الاوكلوجن يفضل كلاس 1 يا جماعه، لازم اخلع في الجنب التاني. يعني هو هنا لو بصيت اللي عنده كراودنج في جنب واحد وعنده الناحيه التانيه الفور والفايف طلعوا عادي وسلام، بس هو لو خلق في جنب واحد ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه الميد لاين بتاع الابر واللور هيتحرك، فهو احنا في العادي طالما انك هتخلع في جنب لازم تخلع في الجنب التاني، فهو هنا خلع اللور رايت فور عشان عنده كراودنج، هو ما كانش محتاج يخلع الناحيه التانيه، بس هو خلع عن الراحي الرايت فبناء عليه خلع الناحيه الثانيه والمسافه قفلت بالميزيال دريفتنج. ليه الكلام ده؟ علشان يحافظ على البالانس في الناحيتين، يحافظ على السيمتريه، يحافظ على الميد لاين. دي حركه احنا بنعملها، ولو بصيت هتلاقي المسافه قفلت دي لوحدها بدون ما يعمل هو هنا. هدفك ان هو يقول لك ان انا عملت سيريال اكستراكشن والمكان فضي عندي وبقت الدنيا كويسه. لو بصينا برضو ابر، هو هتقولي طب هو ليه عمل ابر؟ هقول لك لو بصيت ابر باين ان الكراين تقريبا مش هيبقى ليه مكان. يعني بص الكراين هنا العرض بتاع الكراين، بص الكراين حتى بدا يحصل له روتيشن، يعني الكراين هنا عرض الكراين مش قد المساحه اللي بين اللاترال والفور. فهو احنا قلنا اتكلمنا في الشباتر اللي فات ان الكراينز اهم حاجه طبعا، فضحى بالفورز عشان الكراين تنزل خلاص، وتحت في نفس الوقت عشان يمنع كراودنج ضحى بالاي وضحى بالفور عشان اخر حاجه تطلع في الوضع المتناسق. هتقول لي طب ليه بنخلع الفور وبنخلي الفايف هو اللي يطلع؟ عشان هقول لك الفايف لسه ما حصلوش ايربشن او بيحصل له ايربشن بعد الفور، فعلى لما الفايف يطلع في المكان اللي يكون فضي هيكون طلع معدول ومظبوط يعني تمام. والحاله اللي تحتها يا جماعه بيتكلم ان هي حالة تانية، يعني حالة قريبة، بس الفرق ان هو هنا احتاج يعمل تقويم. ليه؟ العامل الرئيسي ان الطفل ده جالي بعد ما الفور والفايف طلعوا خلاص، لو بصيت والكراينز طلعوا في مكانهم. يعني ايه الفرق؟ ليه هنا احتاجت تقويم واللي هنا ما احتاجتش تقويم؟ غالبا السبب الرئيسي يا جماعة ان لو طفل جالك وهو انت شفت كراودنج قبل ما الكراينز او قبل ما الاسنان كلها تنزل في مكانها، لور قبل ما الفور والفايف يطلعوا، ابر قبل ما الكراين ينزل، غالبا لو انت خلعت الفورز المشكلة هتتحل وتفاها تشرح للاهل انه الخلع ده عشان توفر مساحه. بس ده الطفل ده احنا عارفين الابر كراين اخر حاجه بتنزل، فالفور والفايف طلعوا في مكانهم واللاترال والكراين زقين بعض، يعني اللاترال والكراين مش عارفين ينزلوا في مكانه، او الكراين نزل وزق اللاترال على جوه، او الكراين مش عارف ينزل في مكانه. فده انا لو خلعت خلاص المال اوكلوجن موجود، محتاج ان انا اعمل اورثو كده كده. هو هنا ما خلعش الفورز، الشابتر اللي فاتت اتكلمنا ان انت يفضل اسهل حاجه طبعا تخلعها هي الفور، بس هنا لو بصيت بص لقى ان السكسز عنده سواء الابر او اللور سكس فيهم كيريز. بص هنا هتلاقي في كيريز في السكس، فهو هنا خد قرار ان هو يخلع السكس. هتبقى الحركه طبعا ان هو يرجع الكلام اللي قدام ده كله لورا، هتاخد فتره علاجيه اطول، ممكن 4 أو 6 أو 8 شهور زياده، بس الفكره ان هو ضحى باسنان فيها تسوس، يعني 6 ديكيد خلاص،
فهو هنا هيخلع السكس ويفك كراودنج عن طريق ان هو يزق، هيزق الاسنان على ورا وبعد كده يدخل اللاترال على جوه يجيبه على الدنتال ارك. فهو هنا ضحى بالسكس زي ما قلنا اتكلمنا في الشابتر اللي فات. لو لقيت السكس عشان هو اول ضرس بيطلع وغالبا بتلاقي فيه بيتس وفيشركس كتير، لو انا لقيت حالات فيه انا عايز اخلع ولقيت السكس فيه تسوس بنخلع السكس علشان نفك كراودنج. طب لو الطفل ده كان جالي وانا لسه ما الكلاينز لسه ما نزلتش، كان احتمال زي الحاله اللي قبلها ان انا اعالجه بدون تقويم والاسنان تطلع في مكان كويس، بس هو هنا عشان جه متاخر خلاص فلازم تقويم. طب هخلع الفور، لو كنت خلعت الفور مش مشكله، يعني انا في يعني 90% من دكاتره التقويم في العالم العربي هيحشي السكس، هيعمل له حشو عادي او حشو عصب وكراون وهيخلع الفورز برضو. ده صح وده صح، بس كل واحد شايف الفكره الاصح. انا من وجهه نظري هنا انه يخلع السكس، ممكن الدكتور مش عايز هيخلع الفورز عشان ما ياخدش فتره علاجيه اطول، بس بره الاسنان مكلفه يا جماعه اكتر، وكمان كده كده السنان اللي بعمل لها روت كانال عمرها الافتراضي مش طويل، بيبقى مش للابد يعني، ممكن تفلير بعد فتره. فهو هنا الدكتور خد قرار ان هو عشان يوفر على المريض بس طبعا فتره علاجيه اطول، خد قرار ان هو يخلع السكس. هتقولي ليه خلع السكس؟ هقول لك شوف الشابتر اللي فات، بس اهم حاجه انت بقيت فاهم ان انا المفروض في حاله زي دي خلاص انا محتاج سبيس وعندي سيفير كراودنج. ده انا عندي اللاترالز مش يعني عندي كراودنج حوالي 14 مللي، كراودنج كبير جدا، فانا محتاج ان انا مش هينفع يتجاب اي حاجه غير ان انا اعمل اكستراكشن. اتكلمنا في شابتر فات على الطرق كلها. فهو هنا خلع السكسات وعمل تقويم، بس ملخص الطريقه ان هو هنا خلع السكسات، وبعد ما خلع السكس هيحط ميني سكرو او هيحط حاجه يسحب بيها. احنا دلوقتي عايزين انكورتش قوي، هيسحب لو سحب على السيفن، لو حط باور تشين او حط استك بين السيفن وبين عشان يرجع الانتيريور زورا، لا الانتيريور كلهم من الفايف للفايف عايزين يرجعوا جوه. خلينا نتكلم انه عايز يرجع من الكناين للفايف، عايز يرجعهم هم الثلاثه على سيفن بس، لان احنا زي ما اتكلمنا كل اكشن ليه ايكوال اوبوزيت رياكشن. لو هو عمل حط باور تشين على السيفن هنلاقي انه السيفن طلع لقدام، انا هنا محتاج المساحه كلها للانتيريور، فهو هنا اضطر ان هو يحط ميني سكرو علشان تساعده عشان تديله حاجه اسمها ابسوليوت انكرج عشان ارجع الاسنان الكناين 4 5 لورا واجيب مساحه لللاترال وارجع دول لورا واستغل مكان السكس بدون ما السيفن يطلع لقدام. واتكلمنا في الكلام ده في الشباتر اللي فاتت. هنا شوف ما شاء الله بقى شال عالج المال اوكلوجن وخلع الاسنان اللي هي السكس اللي كان فيها تسوس والدنيا بقت كويسه وزي الفل. طيب هنتكلم يا جماعه دلوقتي حاجه اسمها ليت لور انسايزر كراودنج، او بيسموه بمعنى اصح ليتين كراودنج. ليتين كراودنج ده يعني هو بيقول لك انه الانتر كراين ويث بيقعد يزيد تدريجيا لحد سن 12 ل 13 سنه. فلو عندك كراودنج خفيف، لو عندك كراودنج ملي او 2 ملي قبل ال 12 13 سنه غالبا هيريزولف لوحده. ليه؟ لان الانتر كراين ويث يعني انت لو جالك طفل عنده 10 سنين وعنده كراودنج ملي ما تعملوش سيريال اكستراكشن، لان كده كده هيرزولف لوحده نتيجه ان الفك العرض بتاع الفك بيكبر والعظم بيعرض. فده بيقول لك بعد ما بيحصل ال 12 13 بيحصل بقى ليه، يعني انت عندك المسافه بين الاثنين كراينز بتبقى 12، في سن 12 ل 13 بتبقى الويدث بيقعد يزيد لحد سن 12 ل 13. فاي كراودنج خفيف ملي او 2 ملي لحد السن ده سيبه ما تعملش فيه اي حاجه. طيب لو جيت بعدها حضرتك هتبص هتلاقي ان الميزيال دريفت بتاع السنان الاسنان بتفضل تتحرك لقدام وتقرب من بعض، فالانتر كراين ويدث يا جماعه بيبدا يقل تدريجيا عندي. وهو حتى هنا بيعتبر في كتاب بيقول لك انه بدانا نعتبر ان الليتين كراودنج دي حاجه فيسيولوجيك، دي حاجه زي يعني حاجه زي الواحد لما شعره بيض او شعره بيخف او شعره بيقع، دي كلها حاجات يا جماعه بتحصل مع السن، ده حاجه طبيعيه مش حاجه مرضيه. فبدانا نقتنع ان اللور بالذات انسايزر كراودنج دي بقت حاجه طبيعيه بتحصل مع السن مش حاجه مرضيه. ممكن تتعالج بتقويم، ممكن زي ما انت ممكن تصبغ شعرك، زي ما انت ممكن تعمل حاجات، بس الفكره هي مش حاجه مرضيه، دي حاجه بتحصل لكل الناس. طب عايزين نبدا نحلل ايه اسباب الليتين كراودنج بتاعنا. لو حللنا الليتين كراودنج بتاعنا هنلاقي فيه عوامل. طب اول عامل يا جماعه هنا بيكلمك في اول، هو هنا متهم اول سبب رئيسي هو في الليتين كراودنج اللي بيحصل لمعظم الناس اللي هو اكتر من 60% زي ما قلنا في اللور انسايزرز بالذات. ايه سببه؟ سببه ان انت عندك الفورورد جروث بتاع المندبل، المندبل بيبدا النمو طبعا يبدا يقف ويحصل روتيشن، يعني المندبل بيميل. فلما المندبل بيميل يا جماعه بيخبط في السوفت تيشو اكتر غير نمو العظم الفك وقف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك النمو بتاع العظم بدا يقف في سن البلوغ، يعني بالعرض في سن 12 13، فاحنا اتكلمنا انتر كلاين ويدث او ديستانس هتبقى ثابته. طيب مع نمو السوفت تيشو اللسان بيقوى، اللبس بتقوى، كل ده بيعمل ضغط من بره ومن جوه على
الاسنان، فالاسنان بتبدا تتحشر في بعض، فبيبدا يحصل كراودنج، يعني ضغط الشفايف العيان، او كلنا بنقعد نتكلم كلنا بناكل، الكلام ده كله يا جماعه بيعمل ضغط على الاسنان، فضغط على الاسنان اللور انتيريور بالذات اللي هم صغيرين مضغوطين من بره باللبس ومن جوه باللسان، مع الكلام، مع البلع، مع الحاجات دي كلها، مع عدم نمو الفك، مع الروتيشن، ان الفك خلاص بقى روتيتد وبقى خابط في الحاجات دي اكتر، فده يا جماعه بيخلي انه اللور انتيريور بالذات بيبداوا يحصل لهم كراودنج. بيكلمك ان السوفت تيشو ماتيوريشن تشينجينج فورس اور ذا انسايزرز، اتكلمنا في العام اللي فات برضو ان السوفت تيشوز اللسان واللبس والحاجات دي كلها بتبدا تنضج، بيبدا قهال عضلات واحد، يعني الطفل في سن البلوغ بيكون نموه او طول وصل ل 90% من طوله، بس العضلات وكده لا بتفضل تكبر ويقوى لحد سن ال 29 او 25، فده العضلات عماله بتقوى وبتزق على الاسنان وبتعمل فورسز على الانسايزرز، بس الفك نموه وقف، فده بيزود عوامل الكراودنج. ثالث حاجه الميزل مايجريشن بتاع الاسنان البوستيريور، ربنا خلى الاسنان كلها كيرف اوف سبي، لو بصيت هتلاقي اسنان كلها مايله ميزيال، فالاسنان مع الوقت بيحصل لها سوبر ايربشن نتيجه البيرودونتال ليجمنت عماله بتزقها، فده بيعمل لنا فورس الاسنان مع سوبر ايربشن مع ميلانها بقى عندها فورس اوكلوزال بتطلع لفورس لفوق وفورس ميزيال بتميل لقدام، يعني انت لو حللت القوه بتاعت حاجه مايله هتلاقي ان هي في فورس اوكلوزال وفي بيحصل سوبر ايربشن او بيحصل باسيف ايربشن مع فورس ميزيال نتيجه اللي هي الميزيال ديفتنج للسنان، فده كله بيزود البريشر. بيكلمك برضو ان هو برضو نتيجه الديفلوبينج بتاع ضرس العقل، ضرس العقل بيبدا يتكون او بيبدا يطلع في سن 18 ل 25 وبيعمل ضغط الميزيال، سواء امباكتد او مش امباكتد ده بيزق الارش، بيكون بيتكون ديستال، فبيعمل لك حاجه زي بتزق من ديستال للميزيال، بيزود لك الميزيال دريفت وبيزود لك الكراودنج. وعامل مهم قوي بيقول لك عليه ان انت لو غيرت الارش فورم بتاعك في الاورثودونتيك تريتمنت، يعني انت لو احنا اتكلمنا في الشابتر اللي فات يا جماعه ان انت لو العيان مكان اللور انسايزرز بالذات، اتكلمنا عن طريقه العلاج ان انا بحافظ على اللور انسايزرز مكانهم علشان ما تاثرش بالسوفت تيشو، لو انت بقى اكتر مشكله او كومبليكيشن هيحصل لك لو انت غيرت مكان اللور انسايزرز هو ان انت هيحصل لك بسم الله الرحمن الرحيم كراودنج على طول، لان انت عشان كده احنا اتكلمنا انه كده كده الكراودنج دي حاجه بتحصل، مع ان انت عملت تقويم لعيان وغيرت مكان اللور انسايزرز، انت لما تغير مكان اللور انسايزرز دي هتزود من عوامل السوفت تيشو وعوامل اللبس وعوامل التنج والحاجات دي كلها هتزودها، فالعيان هتبص لو ما كانش عنده كراودنج وانت غيرت مكان اللور انسايزرز خرجتهم لبره شويه ودخلتهم لجوه شويه هتزود الفورسز عليهم وهتخلي يحصل له كراودنج اكتر، عشان كده بيقول لك الاوريجينال بوزيشن بتاعهم بيبقى ستيبل في الزون اوف بالانس، اتكلمنا عنها في اللي هي حته في البروتيزيس اسمها نيوترال زون، اتكلمنا عليها في الشابتر اللي فات. هنا بيكلمك ان في يا جماعه ما زال لحد النهارده في جدال هل اللور مولر، احنا اتكلمنا ان اللور انسايزرز هم اكتر ناس بيحصل لهم او اللور انسايزر اكتر اسنان بيحصل لهم كراودنج، هنا في جدال، في ناس مدرسه بتقول لك لا والله طالما ان الويزدم توث طالع ومعدول ما فيهوش اي مشكله سيبه زي ما هو مش عامل اي اعراض حتى لو امباكتد كمان سيبه طالما ان هو ما عليهوش اي ضرر، في ناس ثانيه بتقول لك لا شيله ده كده كده بيزود لك من الكراودنج، في يعني دي في دكاتره التقويم اول ما يلاقي قبل ما يبدا التقويم العيان عنده كراودنج قبل ما يبدا بيحول العيان يخلع ضروس العقل علشان يقلل من الكراودنج، هو متخيل كده، وفي ناس تانية بتقول لك لا دي ملهاش علاقه، فالموضوع لحد دلوقتي ده في ديبيت، هو حتى بيقول لك ويك اسوسيشن، يعني الموضوع مش قادرين نربطه قوي، بس في ناس بتؤمن بيه وفي ناس ما بتؤمنش بيه، يعني وبيقول لك يعني الموضوع مش قادرين نربطه مش قادرين نجيب اي نزود موربيديتي، العيان بيتألم اكتر، العيان بيعاني اكتر نتيجة العمليات بتاعت ان هو يفوق يشيل ضروس العقل، فاحنا مش قادرين ان احنا نربط او نبرر نجستيفاي، بس ما زالت لحد دلوقتي في دكاترة تقويم كتير ودكاترة كبيرة، وانا من وجهة نظري لا طبعا، يعني طالما ان هو اي حاجة امباكتد او حاسس ان هي تعمل مشكلة اخلعه كده كده الوزدم حتى لو طلع عايز حتى لو اتساب ممكن بعد فتره يعمل لك مشكله يعمل لك التهابات وكده، فطالما ان انت عندك كراودنج وعايز لو احتمال حتى 1% ان هو هيقلل الكراودنج او هيقلل الريلابس خلاص اخلعه، بس هنا هو بيؤمن بمدرسه انه لا ان انا طالما ان عندي اللور 8 كويس مش عامل اي مشاكل خلاص سيبه ان هو مش هيأثر قوي، يعني
دلوقتي هنتكلم على السبيسنج. خلاص بيقول لك هو الرير، يعني انت عندك السبيسنج ده بتبقى حاجه نادره، لان في الغالب يا جماعه بيبقى كراودنج. السبيسنج ده بيبقى نادر، يعني اشهر حاجه في السبيسنج عندنا في الاسنان هي الدايستما، او الفرقه دي بتبقى وراثيه في الاسنان. خلاص بيقول لك غالبا لو طفل او شخص عنده سبيسنج غالبا بيبقى هايبودونشيا، يا اما سنه ما اتكونتش او هو طفل خلع سنه بدري، فالاسنان بيبقى في فراغات بينهم من بعض، لان الفورسز بتاعه الاكل بتخلي الاسنان تتوزع، الاسنان بتريح، يعني الكونتاكت على الاسنان بيفتح نتيجه انه الطفل ده عنده سن ناقصه، فالاسنان بتطلع في فراغ ما بينها وبين بعض، وده نادر يعني. او مثلا الطفل ده خلع بدري يعني. خلاص وبيقول لك بقى يا جماعه المانجمنت اوف جنرال سبيسنج از ديفيكولت وبتفتح انليس بيرمننت ريتنشن. هنعرف يا جماعه انه احنا عندنا في الحالات اللي فيها سبيسنج الريتنشن بيبقى صعب قوي، يعني اكتر حاجات الريتنشن فيها صعب ان انا بعد افك التقويم الاسنان عايزه، هي اصلا الاسنان كانت مريحه ومبسوطه، شكلها مضايق العيان ومش طبيعي، انا بصيت انت الاسنان هنا مريحه ومبسوطه، انت بقى عايز تخلي الشكل طبيعي، فهتعمل تقويم وتقفل الفراغات وتحط باور تشين وتقفل الاسنان على بعض. السنان كده كده عددها قليل بالنسبه للفك كله، فالاسنان عايزه تبدا تريح تاني، عايزه يا عم انت الدنيا حر، عايزين نبعد عن بعض، عايزين نفصل عن بعض. فبيقول لك ان السبيسنج زي الروتيشن هنتكلم قدام، السبيسنج من اكتر الحاجات اللي الريتنشن فيها صعب، وغالبا بيحتاج بيرمننت ريتنشن، يعني العيان ده لازم يفضل لابس ريتينر 24 ساعه، بيشيله بس ساعه الاكل ولمده سنين كمان، يعني الموضوع ده بيبقى صعب، الريتينشن بتاعه صعب. لو العيان جاي لك انت حزنت السنان وربطتهم بعض، هم عايزين يفتحوا تاني، بص هتفك التقويم تبقى مبسوط والدنيا كويسه وزي الفل، هو حتى مركب الريتينر اهو اللي هو الهاولي ريتينر بتاعه، بس بعد ما اول ما يفك الريتينر الاسنان عايزه ترجع تريح تاني. فبيقول لك هنا انه السبيسك ده من الحركات اللي محتاجه ريتينشن جامد يعني. فعشان كده بيقول لك في الحالات السبيسنج الخفيف اقنع العيان انك لازم تتقبل الوضع ده، يعني انت لو لقيت الحلقه سبيسنج مش جامد قوي فهم العيان ان الريتنشن صعب، فعشان كده لو الوضع مش فارق معاك قوي او لو المشكله مش فارقه معاك يا عيان جامد قوي يبقى الحال كما هو عليه، او خلاص بقى هتضطر بقى تفهمه ان انت لازم تلبس ريتينر ولازم 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 ولازم. يعني عشان كده قلنا يا جماعه ان اوقات النو تريتمنت من احسن التريتمنتس، يعني انت العيان ده لو ما فهمش ان هو شايف المشكله صغيره فراغات، ممكن العيان ده لو بالنسبه له انك تعمل فينيرز يقول لك لا يا عم خلاص انا مش عايز اقعد هقعد اعمل تقويم سنه ونص ولا سنه وفي الاخر هلبس ريتينر سنين، لا يا عم كنت عملت وكده كده اسنانه صفره. ففي حالات اصلا يا جماعه الفينير في الحالات السبيسنج الخفيف هيبقى حل حلو. ليه؟ لان انت هتقفل فراغات وفي نفس الوقت هتقفلها بسرعه، وفي نفس الوقت ان انت مش هيضطر يلبس ريتينر والعيان هيبقى شكل اسنانه احسن. فانت حسب الحاله، لو عيان عنده هايبوبليجيا او العيان عنده كيريس في الاسنان ساعتها لو عمل فينيرز او مثلا لو عمل كراودز على الاسنان هيبقى الحل احسن من ما يعمل بريس. فانت عشان كده لازم تبقى فاهم السبيسنج ده، في اول ما اي حد يشوف سبيسنج يقول لك اعمل تقويم اعمل تقويم، لا التقويم الريتنشن بتاع السبيسنج حاجه صعبه، فانت لازم تبقى فاهم وتفهم العيان الكلام ده. هنا يا جماعه بيكلمك في حاله كان عنده الفايفز كونجينيتالي ميسنج، احنا عارفين ان اللاترالز والفايفز اكتر اسنان والايتس طبعا اكتر اسنان بيحصل لها كونجينيتالي ميسنج، فلما الاحسان اسنان بيبقى فيه سبيسنج، السبيسنج يا جماعه مشكلته انه ما بيكونش فيه سيمتريه، يعني انت الاسنان مش لامسه بعض، فحسب العيان بياكل على الجنب اليمين اكتر او الشمال اكتر، مين حصل له الربشن الاول، ده بيتحرك يمين ده بيتحرك شمال، فهو هنا العيان عنده الفايفز ميسنج. طيب بص لقى عنده ميد لاين شيفت، فهيركب حاجه اسمها الكويل سبرينج، الكويل سبرينج ده هيزق الانسايزرز عشان يظبط الميد لاين، بعد ما يظبط الميد لاين بتاعه يبدا بقى ان هو يفكر بقى ان هو يعمل بارشال دينشر او يعمل تركيبه او يعمل اي حاجه. هنا لو بصيت هتلاقيه عمل بارشال دينشر بعد ما ظبط المسافات، هتلاقيه عمل بارشال حط الريتينر، هو عمل بارشال دينشر بتاعه ركب الاسنان بيه بارشال دينشر، وبعدها ان شاء الله ممكن يعمل ان هو يعمل امبلانت للاسنان بتاعته. تمام فوق عشان عنده كان السبيسنج كتير اهو، قلنا كومباينيشن، يعني هو السبيسنج مش هيقعد يعمل باور تشين ويقفل المسافه، لا هو فتح مسافه وظبط الميد لاين بتاعه وهيحط بارشال دينشر مؤقتا لحد ما يعمل امبلانت. يعني لو بصيت فوق هو حط ده بارشال دينشر اهو، دي السنه اكريل محطوطه، فبعد ما يخلص ان شاء الله البارشال دينشر العيان يلبسه فتره مؤقته او لحد ما نموه يقف، ساعتها هيبقى العيان ده يبدا يفكر يعمل امبلانت حاجه ثابته بعد 18 سنه. تحت لقينا المشكله مش مستاهله قوي، المسافات السبيسنج مش كبير قوي، هنا قفلها باور تشين وظبط الاسنان كلها بدون ما يفتح سبيس او حاجه. فوق حسب احنا اتكلمنا بقى في كده بقى، فوق السبيسنج كان كبير قوي يا جماعه، لو بصيت هو عنده
المسافه دي كبيره قوي على الاسنان، فهو قال لا انا بدل ما في المسافه دي كلها ويحصل ريلابس انا هفتح المسافه، هيفتح مكان لللاترال ويحط بارشل لحد ما العيان يعمل امبلانت، بس تحت لقى الديفو او لقى المشكله صغيره، فساعتها هو بص تحت الفك كله، تعال نتكلم الفك كله فيه سبيسنج ما يعديش ال 5 6 مللي، فوق الجنب ده لوحده فيه سبيسنج بتاع 5 مللي مثلا، هنا فيه على الاقل 2 مللي اهو، عندك هنا 2 مللي تانيين، عندك هنا الروتيشن لو انت لفيت البريمولر ده هيفتح لك هنا مللي، خلاص لازم اتكلمنا في معلومه في الاول انه دي روتيشن بتاع الانتيريورز بياخد مسافه، بس دي روتيشن بتاع البوستيريور بيديني مسافه، الانتيريور بياخد مني سبيس، لو انا كان عندي انتيريور سنترال روتيتد وانا صلحت الروتيشن بتاعه محتاج سبيس عشان اصلحه، بس البوستيريور بيزود لي سبيس لو انا صلحت الروتيشن، ليه؟ عشان البوستيريور عاملين زي الريكتانجل كده، تخيل معايا كده السن البريمولر ده انا لفيته، فبقى عندك سبيس بينه وما بين المولر اللي ورا، عكس الانتيريور لو هو اصلا مايل وانا عدلته، ما هو اكبر ديامتر او اكبر عرض للسنترال هو وهي واقفه في مكانها المظبوط، بس البوستيريور الباكو لينجوال دايمنشن بتاعها اطول من الميزيو ديستال، عشان كده لو هي مايل لو انا عدلتها بيجي لي سبيس، الانتيريور الميزيو ديستال اكبر من الباكو لينجوال، عشان كده عشان اعدل الانتيريور انا محتاج سبيس، فهو هنا لو عمل دي روتيشن للبريمولر هتبص تلاقي 5 مللي سبيسنج في الجنب ده بس، ال 5 مللي ده يعتبر كبير يا جماعه، فساعتها لو انا قفلت المسافه دي بس هيبقى هيحصل ريلابس وكده، فهو قرر ان هو المسافه دي يعدل السنان ويفتح مسافه ويحط بارشال دينشر هنا لحد ما يعمل امبلانت لما الطفل ده يكمل ال 18 سنه، عكس اللور هتبص هتلاقيه ان هو السبيسنج كله ما كانش كبير، هنا ملي ملي 2 ملي نص ملي، السبيسنج اللي مش كبير ده هو قرر يقفله عادي باور تشين بدون ما يفتح مسافات، ودي حاله مثاليه، هو فوق لما فتح المسافه، خلي بالك برضو من حاجه، هو لما فتح المسافه لللاترال ضرب عصفورين بحجر، هو احنا قلنا كل اكشن ليه ايكوال رياكشن، هو زق الكناين لورا وزق الانتيريور لقدام، يعني السوسته دي هتزق الكناين لورا وهتزق سنترال قدام، استفاد بايه؟ استفاد ان هو فتح مسافه لللاترال وفي نفس الوقت صلح الميد لاين، لو بصيت هتلاقي السنان شيفتت ناحيه شمال العيان اللي هو ناحيه يمين الصوره، بص كده على الصوره معايا هتلاقي السنان شيفتت، هو لما حط الكويل ده خلى السنان الابر تيجي ناحيه اليمين العيان اللي هو شمالنا عشان يصلح الميد لاين، بص كده في الصوره النهائيه هتلاقي الميد لاين بتاع الاسنان اتصلح معايا، يعني اهي بص هنا هتلاقي الاثنين سنترالز الميد لاين لور مظبوط بس الابر ميد لاين مش مظبوط، لما جينا في الصوره بص هتلاقي الابر الاسنان الابر انتيريورز السنترالز دخلوا ناحيه يمين العيان اللي هو شمالنا، فالميد لاين بتاعهم اتصلح. بيقول لك في حالات برضو بالفرينم اتاتشمنت، الفرينم هي اللحمه، لو حطيت لسانك كده على من الابر ليب من جوه من النص هتلاقي فيه فرينم، الفرينم ده اوقات بيبقى موجود الاتاتشمنت بيبقى قريب قوي من الانتردنتال بابيلا او داخل في الانتردنتال بابيلا، ساعتها ده بيعمل دايستما الاسنان مش عارفه تدخل، ان في لحمه في النص للاسنان اللحمه دي قويه مش الاسنان مش قادره تقفلها. طب لو انا عايز اعرف ان الفرينم هل هو السبب، اتكلمنا في شابتر الدايجنوز لو الفرينم هو السبب بتاع ان الدايستما بتاعتي، ساعتها المفروض لو انا جيت شديت الابر ليب او حركت الفرينم، لو جيت شديت الابر ليب وشديتها لفوق او حركت الفرينم قعدت ازقه باصبعي، لو بصيت لو الدايستما هي سببها الفرينم ساعتها هلاقي الانتردنتال بابيلا لونها بقى ابيض نتيجه ان هي مشدوده. تاني لو انت عايز تعرف هل الدايستما دي سببها الفرينم داخل في الانتردنتال بابيلا ومنع الاسنان تقفل على بعض ولا لا، بيقول حضرتك حرك الفرينم، لو لقيت الفرينم بيسحب البابيلا وبيعمل بلانشنج بيخليها لونها ابيض ساعتها حضرتك بتبقى عرفت انه الدايستما سببها الفرينم، ولو العيان عايز يعالجها لازم اول حاجه يعمل فرينكتومي علشان يشيلها علشان يقدر يفضي السوفت مساحه بتاعه السوفت تيشو علشان الاسنان تقفل على بعض. بيقولوا حضرتك هنا برضو بقى قرار انك تخلع المولر ولا لا، يا جماعه الفيرست مولرز دول بيشكلوا مشكله كبيره مع الاطفال كتير، نتيجه انه الاهل متوقعين ان الطفل بيفضل يبدل لحد 12 سنه، فلما السكس بيطلع في سن 6 سنين والطفل بيفضل يبدل لحد 12 فالاهل بيتخيلوا ان البيرمننت مولر ده او السكس ده حاجه ديسيديوس وهيبدل بعد فتره فبيهتموش بيه، لو سوس ما بيهتموش بيه، فده بيؤدي ازمه ان الطفل لما يجي له بالبايتس في السكس ويجي عند العياده
تلاقي طفل عنده 8 سنين او 9 سنين عنده بالبايتس، تيجي تبص تلاقي ان ده السكس هو اللي مسوس، تقول لاهله ده محتاج حشو عصب، يقول لك يا دكتور طب ما هو تخلعه، اخلعه يا دكتور ما هو لسه بيبدل. ساعتها الاهل بيكونوا، معظم الاهل متخيلين ان السكس ده للاسف بيتظلم مع انه كي اوف اوكلوجن وضرس مهم، فالاهل بيستهونوا بيه نتيجه ميعاد طلوعه ابدر بكتير من البريبيرمننت بريمولرز او الكناينز. فده بيعمل مشكله عندنا يا جماعه، انه الاهل بيستسهلوا في المولرز طبعا نتيجه ان الاسنان مكلفه شويه، والاهل الطفل بياكل شوكولاته كتير وكده، فخلاص بيسيبوه يقول لك لحد ما يوجعه جامد وساعتها نروح نخلعه. فاللي بيحصل ان هو، وده طبعا غلط، اللي بيحصل ان هم بيفاجئوا ان هو سنه بيرمننت وان هي مهمه والكلام ده. فهو هنا بيقول لك ان في عندي طرق ان انا اخلع فيها لو انا مش عايز اعمل روت كانال. غالبا لو انت لقيت طفل عنده بيرمننت مولر فيه تسوس، غالبا هتلاقي الاربعه فيهم تسوس، ففي طريقه ان انت تخلع الفيرست بيرمننت مولر في سن معين اللي هو ما بين 8 ل 10 سنين، اللي هو قبل ما السكند مولر يطلع، بالذات بقى قبل ما يحصل كالسيفيكيشن في البايفوركيشن. يعني انت لو لقيت البايفوركيشن لسه ما اتكونتش او بدات يا دوب البايفوركيشن تتكون، ده احسن ميعاد تخلع فيه الفيرست مولر. ال7 هيطلع عندك في المكان بتاع ال6 ده. يعني انت لو لحقت تخلع للطفل ده كده كده، احنا كده كده معظم الناس بيطلع لها ضروس العقل بتبقى كراودد، فانت لو لقيت الطفل زي ده عنده السكسز مسوسين وفي منهم اكسبوزد وبتاع، اخلع السكسز وان شاء الله السيفنز يطلعوا في المكان. طبعا مش هيطلعوا 100% بس هيطلعوا قول بنسبة 90% مكان معدول، ويحصل لهم ميزيال الربشن وياخدوا مكان كويس مكان السكس بتاعهم. افرض انت دلوقتي مثلا خلاص عندك اللور سكس مسوسين، وخدت قرار انك هتخلعهم عشان الطفل عنده 8 سنين او 9 سنين، وخدت قرار انك تخلع اللور سكس، بس بصيت قلت لقيت الابر سكس كويسين مش هخلعهم. طيب ساعتها لو انت خلعت اللور على امل ان السكس، على امل ان اللور 7 يطلع في مكانه، وسبت الابر سكس، ساعتها يا جماعه مش هيحصل، لان الابر سكس هيحصل له سوبر ايربشن ويمنع ان اللور 7 يدخل في مكانه. عشان كده لو هتاخد القرار ده لازم تبقى جريء وتخلع السكسز كلهم، لازم تخلع الاربعة سكسز. طبعا مش تعمل الحركة دي غير لو طفل عنده اتنين بدلي ديكيد سكس، هتخلع اللور سكس في الجنبين ومعاهم تخلع الابر سكس حتى لو فيهم تسوس خفيف، والغالب اصلا هتلاقي اللي عنده اكسبوزد لور سكس هتلاقي عنده كل الابر سكس برضو فيهم تسوس. فانت بيقول لك انت في الحالات اللي زي دي اخلع اللور سكسز واخلع الابر سكس، او العكس لو لقيت الابر مسوسين واللور مش مسوسين وبدلي ديكيت الابر والطفل عنده من 8 ل 10، اخلع الابر وفي نفس الوقت اخلع اللور. نقطه مهمه بقى دي اهم حاجه في الشابتر ده حضرتك، اهم حاجه احنا اتكلمنا، لو البريمولرز هخلع بريمولر في جنب عشان سيريال اكستراكشن، خلاص يفضل ان انت تخلع البريمولر في الجنب التاني عشان الميد لاين حتى لو ما عندكش كراودنج فيه. طب المولرز، لو انت هتعمل مولر، هتخلع مولر لور 6 وعايز 7 يطلع مكانه، اتكلمنا ان انت هتخلع الابر 6 عشان ما يعملش سوبر ايربشن. هنا انت مش لازم تخلع الناحيه التانية يا جماعه، يعني انت لو لقيت عندك لور 6 مسوس اخلع جامد وبدلي ديكيت، اخلع اللور 6 واخلع الابر 6 عشان اللور والابر 7 يطلعوا مكانهم ويبقوا كويسين. هنا مش لازم تخلع الناحيه الثانيه، ليه؟ لان كده كده السكسات بعيده عن الانتيريور ومش محتاجه ان انت تظبط الميد لاين، يعني الميد لاين مش محتاج يتظبط. يعني انت كده كده مش زي الانتيريور او مش زي البريمولر اللي انت هتخلعهم محتاج تعمل بالانس في ناحيتين عشان الميد لاين ما يحصلوش شيفت. هنا يا جماعه اللي هو اسمه البالانسنج اكستراكشن، بالانسنج اكستراكشن ان انا بعمل بالانس في الجنبين زي ما اتكلمنا قبل كده. لو انا هخلع عندي كراودنج في ناحيه لازم اخلع الناحيه الثانيه، لو انا عندي كراودنج الفور مش عارف يطلع او الكراين مش عارف ينزل هخلع الفوق الاي بعد كده الفور وبعد كده الفايف يطلع في مكانه. بعمل كده في الناحيتين علشان يبقى فيه سيمتريه، لا الميد لاين ما يتشفتش، ده اسمه بالانسنج اكستراكشن. في المولرز يا جماعه انا بعيد عن الميد لاين بتاع الوش، انا مش محتاج بالانسنج اكستراكشن عندي، انا محتاج حاجه اسمها كومبنسيتنج اكستراكشن، ليها اسم تاني. الكومبنسيتنج اكستراكشن ده انا بخلع في اللور 6 فبعوض ده بالابر 6 عشان الاثنين الابر واللور 7 يتحركوا مع بعض والاوكلوجن بتاعهم يبقى كويس 100%. يبقى اهم حاجه في الشابتر ده، اهم نقطه، انك تعمل بالانسنج اكستراكشن في الاسنان البوستيريور. لو عندك لور 6 هوبلس او ابر 6 هوبلس، خدت قرار انك تخلعه، هتخلع معاه الاوبوزنج طالما ان في تسوس، لقيت الناحيه الثانيه سليمه مش لازم تخلعهم. اهم حاجه لو هتخلع لور 6 وعايز اللور 7 يجي مكانه، اخلع معاه الابر 6 بس، دي اسمها كومبنسيتنج اكستراكشن. اتمنى تكون وصلت.
طيب يا جماعه دلوقتي هنتكلم على الديسبليس تيث. الديسبليس تيث اللي هو انا عندي عيان كلاس 1 بس الاسنان مش موجوده في مكانها. ايه اسباب ان الاسنان مش موجوده في مكانها؟ عادي الاسنان السنه وهي بتتكون التوث جيرم كان في مكانه مش طبيعي، او انا خلعت الاسنان بدري، او يعني في مليون سبب ان الاسنان ما تبقاش في مكانها. ممكن وارد جدا التوث جيرم مكان يعني الكناين بالذات، اكتر حاجه الابر كناين. الابر كناين ممكن الاقيه طالع امباكتد باليتالي ان هو ما كانش في مكانه، الفايفز الحاجات دي كلها. فدي يا جماعه بتبقى تخلي السنه مش موجودة في مكانها ديسبليس تيث، ساعتها العيان ده بيحتاج تقويم. بيقول لك من برضه بيقول لحضرتك من ضمن الاسباب ان عندك ابنورمال بوزيشن، انت العيان ده محتاج يعمل تقويم عشان ديسبليس تيث، اللي عندك اللور فايفز دول. بيقول لك هنا اللور فايفز دول حصل لهم ديسبليسمنت، بص طالعين في مكان، بص طالع بالعرض ازاي هنا وطالع بالعرض هنا بدل ما يطلع فوق، نتيجه ان الطفل ده خلع السكس بدري. يعني الطفل ده خلع السكسات بدري، فالفايف ما لقاش حاجه يسند عليها ويطلع في مكانه الصح، فبدا يميل لورا ودخل في السيفن، فده حصل له ديسبليسمنت. فالطفل ده محتاج ان احنا نعدل مكان البريمولر ده، هنفتح فتحة صغيرة ونحط بطن ونطلعه في مكانه ونرجعه في مكانه. هنا بيقول لحضرتك ان هو مش هيقدر هنا هيوقف تقويم. بص هنا بعد ما هو عدل فتح البريمولر وعدله وهيحاول يقربه بس ما قدرش يقربه 100% نتيجة ان الطفل ده خلع بدري، خلع السكس بدري، فحصل بون لوس هنا قوي. هنا بص ما بقولك التقويم مش سحري، يعني هو هنا الحالة دي بيقولك انه ايه، ان ده الطفل ده خلع السكس بدري. لو بصيت بص مكان السكس هتلاقي العظم رفيع قوي هنا هو. طب يعني ايه؟ يعني انا هقعد هطلع البريمولر وهعدله بس مش هقدر اقربه 100%، علشان لو قربته 100% هيدخل في مكان ما فيهوش عظم، او مش هيقدر يدخل في المكان اللي ما فيهوش عظم. بص مش هقدر ادخله اكتر من كده، هيطلع بره العظم، لان هو المكان السكس ده المكان السكس المخلوع، مش هقدر ادخله اكتر من كده علشان انا خلعت هنا حصل بوند افكت نتيجه الخلع عندي، فهو وقف تقويم على كده، ساب الطفل على كده. ممكن بقى لما يكبر يبقى يعمل بريدج او يعمل اي حاجه. يعني بيكلمك برضو ان اسباب الديسبليسمنت كراودنج، خلاص اتكلمنا ان الكراودنج ان السنان مش لاقيه مكان ان هي تنزل فيه. في يعني هنا بيدي لك الحاله اهو، هنا الكراين نازل في مكانه الطبيعي وكل حاجه، بس حجم الفك اللي فوق يا جماعه صغير شويه، فعشان كده الديسبليسمنت، يعني هو الكراين في مكان مش مظبوط نتيجه كراودنج، نتيجه انه عرض الاسنان اكبر بكتير من عرض الفك. يعني ممكن الطفل ده يكون ورث عرض الاسنان او حجم الاسنان من والده مثلا، اسنانه كبيره بس ورث حجم الفك من والدته او من عيله والدته، ففك عندهم الفك المجزله صغيره، فده اللي حصل الكراودنج، فساعتها عمل ديسبليسمنت، الكراين هيثبت في مكان مش مكانه. وهنا عالج الموضوع، هنتكلم ان شاء الله الموضوع الحاله دي سهل علاجها، ان هو بيحاول يفتح سبيس عن طريق هيخلع البريمولر لو يسمح، او ديستاليزيشن. بس هنا زي ما اتكلمنا في الشابتر اللي فات عنده كراودنج كبير قوي، يعني هو محتاج بعرض الكراين تقريبا كله، ما عندوش غير ملي ورا و او 3 ملي قدام، فمضطر ان هو يخلع البريمولر وينزل. اتكلمنا في التفاصيل في الحاله دي في الشابتر اللي فات عندنا. وبيقول لك برده من اسباب الديسبليسمنت الديسيديوس، اوقات يا جماعه بيحصل لهم مشكله ما بيحصلهمش بون روت ريزوربشن، يعني الميكانيزم بتاع الريزوربشن لحد دلوقتي مش فاهمينه 100%، بس في اوقات بتلاقي البيرمننت بريمولر او البيرمننت توث عايزه تطلع بس هي مش عارفه تطلع في مكانها، نتيجه انه الديسيدس مش راضي يحصل له ريزوربشن، فده بيعمل البيرمننت بيحصل له ديسبليسمنت. عشان كده المتابعه مع دكتور السنان مهم، ان انا لو لقيت اي سنان ديسيديوس عدت مرحله الشيدنج بتاعها ولسه موجوده، الدكتور المفروض يخلعها عشان اتجنب ان السنه دي تطلع في مكان مش في مكانها، والطفل ده يضطر ان هو يعمل تقويم. نفس العامل سبب السوبرا نيوموري تيث، سنه زياده هتمنع الاسنان تنزل في مكانها الطبيعيه، تنزل في مكانها الهابت. الطفل مثلا بيبص على اصابعه، اتكلمنا مثلا مشهور بيعمل اوبن بايت بيخلي السنان تفتح عن بعض، باثولوجي الطفل مثلا او شخص عنده سيست، السيست ده موجود في الفك، الاسنان مش تعرف تعدي السيست ده نتيجه ان مثلا كان في سيست موجود. فدي كلها يا جماعه اسباب الديسبليسمنت اللي عندي. يعني هو هنا بيشرح لك ايه اسباب الديسبليسمنت اللي هو بيخلي عندي الاسنان مش في مكانها الطبيعي. طيب هنا بيقول لك يا جماعه الفيرتيكال ديسكريبنسي، المشاكل اللي بتحصل بالطول. يعني احنا اتكلمنا الشابتر ده كله احنا بنتكلم على حالات الكلاس 1 اللي هو الانسايز ريليشن شيب والكراين ريليشن شيب، مظبوط انسايز ريليشن شيب مظبوط، بس انا عندي مشكله بقى في احنا يعني انترو بوستيريور من الجنب الانسايزر مظبوطين، بس عندي بقى سبيسنج، كان عندي كراودنج. هنا بكلمك فيرتيكال، انت ممكن يبقى عندك العيان وشه طويل من تحت قوي والسنان عنده جامي سمايل جامد قوي محتاج تقويم عشان يقللها، بس في نفس الوقت كلاس 1 خلاص. طيب تالت حاجه يا جماعه هو ترانسفيرس ديسكريبنسي. يعني ايه؟ احنا اتكلمنا ان الكلاس 1 ده انترو بوستيريور، يعني انا بصيت العيان من الجنب اللي هو انترو بوستيريور من قدام لورا، ده مظبوط. بس المشكله عندي في حاجه تانية، احنا اتكلمنا كل ده في الكراودنج او في السبيسنج، فوق ذكرنا ان ممكن عندي المشكله تبقى فيرتيكال، هنا مشكله ممكن تبقى ترانسفيرس، يعني مشكله بالعرض، يعني مفيش سيمتريه. هيتكلم برضو في المشاكل دي في الشباتر اللي قدام. تمام،
هنتكلم دلوقتي بقى عن الباي ماكسيلري بروكلاينيشن. باي ماكسيلري بروكلاينيشن يعني انا عندي حالات اوقات كلاس 1 اشهر ناس يا جماعه عندهم باي ماكسيلري بروكلاينيشن هم الافارقه، دي حاجه طبيعيه عندهم بس، ودي بتديلهم شكل جمالي ما شاء الله. بس في ناس القوقاز او الاوروبيين او كده لو عندهم لو فكهم او شكل وشهم لو عندهم باي ماكسيلري بروكلاينيشن هيبقى شكلهم مش احسن حاجه، فساعتها بيبقى عنده الطفل او الشخص بيبقى عنده كلاس 1. طب تعال نفهم مع بعض باي ماكسيلري بروكلاينيشن، يعني لو بصيت من الجنب هلاقي الفكين خارجين لبره وميلين، معناه ان المفروض يبقى كلاس 2 او كلاس 3، بس هقولك لا، انه الاثنين خارجين لبره وميلين بنفس المعدل فما زالت كلاس 1. يعني هو احنا عارفين كلاس 1 او 2 او 3 انا بعرفها من انا ابص على العيان من الجنب. انا هنا لو بصيت على العيان من الجنب لقيته ان الفكين خارجين لبره بس ما زال علاقتهم ببعض زي بعض، يعني اللور انسايزرز خابطين او في نفس مستوى السنجلوم بتاع الابر انسايزرز، فعشان كده بيقول لك هي دي كلاس 1. تعتبر حالات، في حالات كتير هتشوفها كلاس 1 عنده باي ماكسيلري بروكلاينيشن، يعني هي كلاس 1 والكراين كلاس 1 وكل حاجه كلاس 1 بس الفكين هما اللي خارجين لبره والعيان شكله الفكين خارجين لبره، فدي تعتبر كلاس 1. والعلاج يا جماعه بتاع الحالات دي بيبقى صعب جدا جدا جدا، لان على مدار السنين العيان ده حصل له باي ماكسيلري بروكلاينيشن ممكن يكون سببه اللسان، او حتى لو مش سببه اللسان، اللسان ده عضله بتريح في المكان الفاضي. يعني احنا لو جينا خلعنا الاسنان وعملنا الواحد طقم، على لما نعمل له طقم هتلاقي حجم اللسان كبر، بعد ما تعمل للعيان طقم كومبليت دنشر هتلاقي حجم اللسان صغر عشان الطقم قلل حجم اللسان. نفس الفكره عيان عنده باي ماكسيلري بروكلاينيشن اساسا ممكن يكون سببه ان اللسان عنده كبير او عضله اللسان عنده قوي، فالعيان اللي زي ده هيجي لك عايز تعمل له تقويم، بيقول لك ان العلاج بتاع الحالات دي بيبقى صعب جدا جدا، اللي انت احنا اتكلمنا ان احنا اصلا هدفنا ان احنا نحافظ على اللور انسايزرز مكانهم علشان نحافظ على الاستابيليتي، عشان لو دخلناهم لجوه اللسان هيزقهم. هنا بيقول لك ان انت الحاله زي دي الوضع ده ستيبل عند العيان ومستقر، بس العيان عايز يرجع السنان الابر واللور جوه، انت هترجعهم له بس الريلابس هيبقى صعب جدا عالي جدا جدا وهيبقى وحش قوي قوي، وانت لازم تفهم العيان كده. يعني الحالات دي يا جماعه في ناس هتعملها ماكسيلو فيشيال، ليه؟ يقول لك انا عارف ان الريلابس عالي، انا عارف ان الفك اللي فوق واللي تحت خارجين لبره، خلاص انا هعمل عمليه جراحيه. طبعا مش منطقي انك تعمل عمليه فوق وعمليه تحت ترجع الفكين لجوه، بس يظل حل ان انت عندك الحل التاني انك تشد الاسنان الابر كلهم لجوه وتميلهم تعمل لهم لينجوال انكلينيشن وتميلهم لجوه وتدخلهم لجوه. الموضوع يا جماعه متعب ومرهق، وحتى لو عملته انت في الاخر هتخلع طبعا، وفي الاخر هتشد السنان لجوه، هتخلع مثلا الفورز وهتعمل ديستاليزيشن وهتعمل الكلام ده كله زي اللي اتكلمنا في الشابتر اللي فات، في الاخر هتبص هتلاقي السنان عايزه تخرج لبره تاني علشان اللسان زقها لبره. فعشان كده الحالات دي يا جماعه يفضل ان انت تفهم العيان وتكون واخد منه كونسنت مهم قوي. بص هنا بيقول لك اهو، هنا بيثبت لك الموضوع، بيقول لك ان دي كلاس 1 ودي كلاس 1. يعني بص الناحيه اللي على الشمال ده الايديال اللي هو الزاويه الطبيعيه ما بين الاسنان، انتر انسايزر انجل هي 137 ديجري، دي الزاويه الطبيعيه. بس بص هنا الانكريز اوفرجيت كبير، والانتر انسايزر انجل بقت 107، يعني الابر انسايزرز بقوا مايلين لبره اكتر، الانتر انسايزر انجل صغرت لان الابر انسايزرز بقوا مايلين لبره اكتر بكتير من اللور انسايزرز، بس الحاله لسه كلاس 1. يعني العيان ده هيجي لك هتلاقي الفكين خميلين لبره وخارجين لبره في شكل مش حلو، بس في نفس الوقت هتلاقيه كلاس 1، هتقول ايه ده ازاي كلاس 1؟ لا، ساعتها هو كلاس 1 نتيجه ان هو باي ماكسيلري بروتروجن، يعني الفكين خارجين لبره. وان تخيل بقى انت معايا، انت عايز ترجع اللور انسايزر ده لجوه وعايز ترجع الابر انسايزر ده لجوه، فالعلاج يا جماعه بيبقى صعب جدا، وحتى بعد ما تفك التقويم الريلابس بيبقى سريع جدا جدا. يعني ما تفرحش بصور قبل وبعد، بتلاقي ناس كتير منزلها على النت، بص قبل وبص بعد. حالات التقويم تبقى ناجح فيها لو انت عملت فولو اب كمان 5 سنين وكمان 10 سنين، لقيت العيان مبسوط من النتيجه ولقيت الريلابس قليل عند حضرتك. وفي الاخر العيان ده يا جماعه بيضطر ان هو يلبس بيرمننت ريتينشن مدى الحياه، بيلبس مش اقل من 10 20 سنه ريتينرز علشان يمنع الاسنان تتحرك. فهل العيان هيقدر ينتظم في حاجه زي كده؟ فالسؤال ده تساله، وعشان كده اتكلمنا ان الكونسنت في الحالات زي دي مهمه جدا. وبيكلم حضرتك يا جماعه انه الاسنان اللي حصل لها تروما، في الغالب يا جماعه الاسنان حصل لها تروما انت بترجعها في مكانها وبتثبتها، بس بيقول لك الاسنان اللي حصل لها تروما لازم تكون استنيت عليها فتره معينه، تستنى وتشوف قبل ما تعمل لها تقويم. يعني انت غالبا في اسنان بتتخبط بتكون سبتت في وضع غلط، ممنوع انك تعمل لها تقويم قبل على الاقل 6 شهور ل 12 شهر، دي اهم نقطه في الحته دي، انك
انك ما تستناش، ما تعملش تقويم لو طفل اتخبط السنان ودخلت لجوه او مرت لبره وسبتت على كده. طبعا المفروض اول ما يتخبط تروح عند الدكتور يديله بنج يرجعها في مكانه، بس اوقات بتثبت على كده او ما بيكونش راح للدكتور يعالجها، فانت بعد فتره الطفل بيجي لك فانت عايز تعمل تقويم، لازم على الاقل يا جماعه يستنى من 6 ل 12 شهر قبل ما تعمل تقويم للاسنان دي، ايا كان بقى السنه كانت وقعت ورجعت في مكانها وما رجعتش مكانها 100% او اتحركت او كده. الكلام ده كله ممنوع تعمل تقويم لسنان حصل لها تروما عايز تحركها قبل 6 ل 12 شهر، لان انت لو عملت كده يا جماعه هيحصل انكلوزز. لو انت لعبت في اسنان لسه خارجه من حادثه مخبوطه وقعت غالبا هيحصل انكلوزز، الفرص بتاعه البيريودونتال ليجمنت هتترجم لان العظم هيحاول يتكون، العظم دلوقتي كان في مرحله تروما وعمال بيكون نفسه، فانت اي فرصه دلوقتي هتيجي على الاسنان او لو الفرصه استمرت على الاسنان خلاص العظم هيعوض الكلام ده ان هو يعمل انكلوزز، السنه هتفضل ثابته في مكانها ومش هتتحرك. بيقول لك ان انت عشان كده لازم تستنى على الاقل من 6 ل 12 شهر يكون السنان ريحت والعظم ريح قبل ما تعمل كده خلاص. وهنا بكلم حضرتك يعني ان انت لو عندك السنه اتخبطت واتحركت من مكانها يفضل ان يروح الدكتور يرجعها في مكانه بسرعه، يدي له بنج ويرجعها في مكانه بسرعه خلاص. لو ما قدرتش ترجعها في مكانها بسرعه او السنه سبتت عن جالك متاخر ساعتها ممكن تعمل تقويم، وممكن ساعتها لو عملت تقويم لسنه متحركه من مكانها لازم تمضي العين كونسنت وتشرح لاهله ان هو ممكن يحصل انكلوزس. بيقول لك في يعني انت لو السنه مرت لبره او دخلت لجوه طريقه التفكير ان انت الطفل هيجي لك العياده تدي له بنج تصلحها في مكانه وتحط لها زي مثبت او حديده تثبتها في مكانها. طب لو العين جالك متاخر والسنه سبتت خلاص مش هتتحرك، ساعتها انت بتستنى من 6 ل 12 شهر وبعد كده تعمل له تقويم، علشان نقول لو عملنا قبل كده قلنا هيحصل انكلوزس. طيب لو السنه حصل لها انتروجن، لو الطفل اتخبط خبطه والسنه دخلت لجوه حصل لها انتروجن، لا بيقول لك انتروجن هي الحركه الوحيده اللي مش لازم تعمل فيها حاجه. لو حصل انتروجن غالبا يا جماعه الانتروجن هيتصلح لطفل اقل من 17 سنه، ان السنه دي حصل لها اربشن تاني لسه الروت بيكتمل ولسه النمو الفك بيكتمل، فغالبا يا جماعه انت ممكن تسيب قبل ال 17 سنه لو السنه دخلت لجوه الفك، الحركه الوحيده اللي انت ممكن تسيبها حتى لو جالك بدري موضوع الانتروجن. انتروجن سيبها لو طفل اقل من 17 سنه جاي لك والسنه داخله لجوه، يعني هي السنه مكانها مظبوط بس داخله لجوه، لا خلاص سيبها في مكانها. وهي السنه بيقول لك غالبا هتظبط لوحدها لحد 17 سنه، ما تظبطتش بعد 17 سنه ساعتها الطفل ده ممكن يحتاج ان هو يعمل تقويم. زي ما اتكلمنا اي حركه هتحاول تعملها بالتقويم بسرعه او بدري او قبل 17 سنه او الحاجات دي غالبا يا جماعه هيبدا يحصل انكلوزز او ممكن السنه تتلخلخ وممكن تقع. فعشان كده يا جماعه نتيجه الريزوربشن، ما انت حركات يا جماعه البيريدونتال ريجمنت غير متوقعه بعد التروما، يعني انت بعد التروما ممكن يكون عندك مارجنال بوند افكت، ممكن يبقى عندك حته من العظم اتاكلت، السنه هيبقى العظم حواليها ضعيف وتبقى تتلخلخ، ممكن يحصل انكلوز العظم يكون بزياده ويلحم في السنه، ممكن يحصل ريزوربشن الجذور تبدا تتاكل. وبالذات بقى التقويم لو اتعمل على اسنان فيها تروما دي بالذات بيزود الريزوربشن، انت ممكن تلاقي نفسك رجعت السنان لمكانها الطبيعي، الطفل اتخبط على سنته وانت استعجلت وجبت عملت له تقويم بسرعه عشان ترجع السنه في مكانها الطبيعي نتيجه ان السنه سبتت في المكان اللي مش مظبوط فتره طويله، هتبص هتلاقي نفسك وانت بتفك التقويم كمان 6 شهور او كمان سنه النص الروت اتاكل نتيجه ان السنه دي اصلا كان عليها تروما وانت جيت عملت فورس بتاع التقويم فحصل اكسترنال روت ريزوربشن عندك. فعشان كده احنا بنتكلم ان انت لازم تستنى على الاقل من 6 ل 12 شهر عشان تقلل من احتماليات الريزوربشن او الانكلوزز اللي مازال برضو ممكن يحصل عند حضرتك يعني. وبيقول حضرتك في حالات الانتروجن يا جماعه لازم تستنى لمده شهر تقريبا لحد ما السنه تنزل مكانها الطبيعي تاني، لو عدى شهر والسنه ما اتحركتش اكتر من 3 ملي ساعتها انت في الغالب هتضطر تعمل تقويم او تعمل جراحه انك تعمل تفتح على السنه او تخلع السنه وترجعها في مكانها الطبيعي وتثبتها. بس طبعا الحركه بتبقى خطر شويه ان انت تعمل سيرجيكال ريبوزيشن ان انت تخلع السنه، يعني انت لو الطفل حصل له انتروجن قلنا بتستنى حتى لو الروت اكتمل قبل 17 سنه بتستنى لحد ما ينزل لوحده، لو عدى شهر ولقيته ما اتحركش حركه ملحوظه اقل او اتحرك اقل من 3 ملي ساعتها انت خلاص بتبقى هتستنى بعدين تقرر ان انت تعمل تقويم، تستنى 6 شهور او 12 شهر بعدها تعمل تقويم او ان انت تعمل سيرجيكال ريبوزيشن ان انت تخلع السنه وتثبتها في مكانها تاني بس في الوضع الصح بتاعها، يعني هتخلع السنه في مكانها وتثبتها بواير او تثبتها باسلاك في المكان الجديد بتاعها او المكان المثالي بتاعها علشان
تقلل من احتماليات الانكلوز بتاعك. يعني انت دلوقتي لو الطفل عنده اقل من 17 سنه السن حصل لها انتروجن، قلنا هنستنى شهر، لو استنيت شهر وما نزلش، ما نزلتش او ما نزلتش بطريقه ملحوظه، او اللي هو نزلت اقل من 3 مللي يعني، ساعتها انت حاجه من اتنين، يا اما تعمل سيرجيكال ريبوزيشننج على طول هتخلع السنه وترجعها في مكانها المظبوط تاني وتثبتها على الوضع الجديد ده، او ان انت تعمل تقويم. بس لازم طبعا تكون استنيت 6 شهور، وكمان تبقى عارف ان احتماليه تحصل انكلوزز ممكن تحصل معاك والسنه ما تتحركش. هنا بيقول لحضرتك في حاله واحد اتخبط على اسنانه، حصل له انتروجن اهو، ده بص الاسنان كلها اللي فوق دخلت، يعني هو اتخبط الاسنان كلها دخلت لجوه، هو جاي لنا بعد فتره من الحادثه والاسنان دخلت لجوه. بص دي ليت بريزنتيشن، لو كان راح للدكتور بدري كان الدكتور قدر يشد السنان يرجعها في مكانها الطبيعي ويثبتها باسلاك، بس هو جاي لك ديليد. الشخص ده او الراجل ده اتخبط بقاله شهر، بقاله شهرين، بقاله سنه، وجاي لك بعد الخبطه بفتره، فالسنان خلاص ثبتت في مكانها. فانت دلوقتي بقى عندك حل من اتنين، طبعا عشان العدد كبير صعب ان انت تعمل سيرجيكال يعني انت تخلع العدد ده كله وترجعه في مكانه وتثبت باسلاك، هتبقى صعبه غالبا، الموضوع مش هينجح. فانت الحل طالما ان عدد الاسنان كبير هتبقى ميال اكتر يا جماعه ليه التقويم، طالما ان عدد الاسنان عندي كبير يعني موضوع السيرجيكال ريبوزيشننج ده بنعمله لو سنه واحده ممكن اللي فيها مشكله، بس لو عندي الاسنان كتيره كده غالبا بضطر اعمل تقويم عشان اصلح التروما اللي حصلت عندي. خلاص اهو هنا ركب تقويم و بيزق الاسنان، بيفتح السبيس وبينزلهم. هتقولي نزلهم ازاي؟ هنتكلم ان شاء الله قدام ان هو بيحط اساتك وبيحط حاجات كده عشان يخلي السنان تنزل في مكانها القديم عندي. بس طبعا يا جماعه لازم يكون العيان يبقى عارف ان في احتماليات حدوث انكلوز او حدوث روت ريزوربشن. غالبا يا جماعه الشخص ده لو صورنا الاشعه بتاعته هنلاقي فيه روت ريزوربشن، نلاقي فيه تاكل جامد في الجذور بتاع الاسنان، بس اهو الوضع الشكل عنده كان غير مقبول بالمره. عادي لو حصل لي روت ريزوربشن لان الاسنان بعد التروما وبعد الفرصه الجامده احتماليات حصول الريزوربشن عندها بيبقى عالي شويه. طيب وهنا يا جماعه هنتكلم بقى على ايه الحالات الكلاس 1 المال اوكلوجن نتيجه ان انا الشخص فقد، احنا دي كانت تروما صلحناها بالتقويم، هنا بقى شخص فقد سنه، اتخبط فقد سنه. فانت لو فقد سنه انت بقى حاجه من اتنين، يعني هنا بيقول لك بقى الحلول عندك يا اما تعمل تقويم تقفل المسافه، يعني هنا مثلا الحاله دي لاترالز ميسنج لاترالز مثلا عنده، في ناس بتجيب الكراينز مكان اللاترالز وبيعمل لها جرايندنج، بيعمل لها ريدكشن يخلي الكراين شكله قريب من اللاترال، ده اسمه كاموفلاج. خلاص ان هو يقفل المسافه ويعمل كاموفلاج للكراين، ممكن يعمل اوتو ترانسبلانتيشن، ممكن يخلع عنده مثلا كراودنج في اللور لاترالز، يخلع لور لاترالز ويفتح فوق ويحط مكان. طبعا حل مش يعني نسبه نجاحه بتبقى ضعيفه شويه يعني، بس هو ان هو يخلع سنه من مكان ويحطها في مكان تاني. برضو الاستاتكس مش احسن حاجه، هي حاجه نظريه موجوده وفي دكاتره كتير بتعملها، بس يعني انت كل فين وفين هتلاقي حاله ان انت عندك مثلا لور كراودنج وعند او مثلا ابر في ميسنج ولور في كراودنج، فانت هتاخد من تحت تحط فوق او لا، يعني دي اسمها اوتو ترانسبلانتيشن، انت بتخلع من مكان وتحط في مكان تاني، يعني حركه بتتعمل بس الانديكيشن يعني وبتنجح على فكره وانا عملتها كذا مره، بس الانديكيشن ساعتها بتبقى قليله شويه يا جماعه، يعني نادر ما تلاقي حد عنده سنه مش محتاجها في الفك وبيقدر يخلعها ويحطها في فك تاني. يعني الريستوراتيف كاموفلاج ان هو زي ما قلنا ان هو هيجيب الكراين مكان اللاترال ويحاول يخليه شكله لاترال. خلاص وهنا يا جماعه بيقول لك في حاجه اسمها كيسلينج سيت اب، ده ان هم بيعملوا العمليه كانه بيعمل تقويم او بيعمل الشغل بتاعه على الكاست عشان يتخيل الشكل النهائي. يعني ايه؟ يعني هو هنا بص عنده انا دلوقتي عندي سبيس اللاترالز مفقودين، فهو كسر الكراينز من على الكوست ولزقهم في مكان قدام علشان يتخيل الشكل النهائي مع العيان. ممكن بقى يعمل سكان، ممكن يعمل موك اب، يعمل باتي اندكس ويحطها في بق العيان يبين للعيان الشكل النهائي بعمل ازاي. ده اسمه كيسلينج سيت اب، ان هو بيكسر السنان من على الكوست كانه بيعمل تقويم على الكوست، ومش بيعمل تقويم ولا حاجه، هو بيكسر السنان بيحفر في السنان من على السيرفايكال لاين بتاعها من على المستوى اللثه بيشيل كانه بيكسر السنه من على الكوست وبيلزقها في مكان اللي هو عايز يحركه، بيتخيل الشكل النهائي، هل والله ممكن اعمل هنا بريدج، هل المسافه هتبقى توزعها حلوه. فدي حاجه اسمها كيسلينج ابروتش، هو هنا بيكلمك عنها عشان اقدر ادرس الحاله بتاعتي اكتر واقدر اعرف هل الشكل النهائي هيبقى مقبول، ان انا كده كده عندي سنه مش موجوده والطفل مش هقدر اركب له، فعايز اتخيل الشكل النهائي مبدئيا، هل الطفل هيتعايش حلو لو انا وريت له الكاست شفنا شكل السنان، هل الشكل هيبقى طبيعي؟ لان يا جماعه الشكل بيختلف من كل شخص للتاني، مش معنى ان الحاله بقى شكل السنان مظبوط مع حاله
هيظبط مع الحاله الثانيه. يعني ده هنا الحاله دي فيها كومبرومايز، الطفل ده ما عندوش اتنين ابر لاترالز، فانا لازم اتاكد هل الكراينز لو جم المكان قبل ما اعمل تقويم واحرك الكراينز في مكان اللاترالز، عايز اتاكد هل الشكل النهائي بقى كويس ولا لا. فده بعرفه عن طريق كيسلينج ابروتش بتاعي. هنا بيكلمك ان في حاله طفل كان اتخبط وعنده سنترال تار منه، طيب الشكل مش حلو خالص، لان دي لو الطفل كبير ممكن بقى يعمل فينير على السنترال يخليه بنفس الحجم، ويعمل فينير على اللاترال يخليه بحجم السنترال. بيتعمل طبعا الاول هي بتعمل جنجيفيكتومي. يعني عايز اقول لك يا جماعه الموضوع ليه كذا حل، بس ده عشان طفل لسه صغير وكده والشكل مش حلو خالص، فهو قرر ان هو يعمل تقويم عشان لما السنترال وقع السنان اللي من ورا الربشن بتاع الفور والفايف والحاجات دي كلها جه مكان السنترال قفل الفراغ، يعني ده لاترال وده سنترال، فهو خد قرار ان هو هيعمل تقويم، هيعمل سبيس ريجيننج، هيعمل هيحط كوينز اوبن كويل، هيحط كويل سبرينج هنا تفتح تزق المسافه، بعد ما تزق المسافة وتفتح المسافة هيحط زي تركيبة متحركة تحافظ على المسافة دي لحد ما الطفل يكمل 17 او 18 سنة، ساعتها بقى يعمل امبلانت او يعمل بريدج. فدي دي اسمها مالتي ديسيبلينري ابروتش يا جماعة، ان انا بحاول اعالج الموضوع بكذا طريق. يعني انا خلاص طالما ان فقدت سنة مضطر ان انا اركبها عن طريق دكتور تركيبات، بس دكتور التركيبات مش هيقدر يركب على الوضع ده، لازم اكون خلقت له مساحة، او دكتور التركيبات ممكن يقول لك والله لا خلاص انا هعمل بريباريشن لللاترال ده، اخليه الاول يحولها لبتاع بيري ويعمل جنجيفيكتومي، وبعد كده يعمل فينير على السن على الاسنان الانتيريور يخلي اللاترال يحوله ليه سنترال. واشتغلنا حالات كتير زي دي كده وبتظبط معانا الموضوع يا جماعه، كل حاله وليها تريتمنت بلان مختلف على الثانيه. وهنا بيكلم حضرتك على الاوتو ترانسبلانتيشن، ودي حاجه مش بتتعمل قوي، يعني بيقول لك ان انت محتاج العظم يكون كويس، لو انت عندك مثلا سنه ميسنج هتاخد سنه من مكان تاني مش ورا مش باينه، عايز تحطها مكان قدام او كده، فانت محتاج يعني هو الاوتو ترانسبلانتيشن يا جماعه مش حاجه بنعملها بكثره يعني خلاص، بس بيقول لك بيدي لك مميزات ان انت احترمت البيولوجي، بعدت العيان ده عن الريدكشن بتاع التركيبات، او ان انت تحفر في وتعمل امبلانت وتشيل عظم ملوش لازمه، انك حافظت له على عظمه، حافظت له على كل حاجه، خلقت له البريدونتال ميمبرين بتفضل موجوده، يعني فاهمني. فدي كلها الاوتو ترانسبلانتيشن برده مش حاجه بتتعمل كتير ونادر ما بتتعمل يعني، بس بيقول لك اهو بص عيوبها، حتى بيقول لك هي انت اصلا الحل الوحيد اللي تعمل فيه اوتو ترانسبلانتيشن انت عندك سنه زياده فيها كراودنج هتحطها مكان سنه فاضيه، غالبا محتاجه بنج كلي، لان انت غالبا هتخلع من مكان وتحط في مكان وتحفر غالبا محتاجه بنج كلي، بس بتتعمل بنج عادي موضعي عادي لوكال انستيزيا، محتاجه دكتور شاطر عشان يقدر يحفر حفره مناسبه للرود بتاع الاسنان السنه اللي هو خلعها، ما هو دلوقتي هخلع سنه وهحفر حفره في العظم وادخل السنه دي مكانها. بس بيقول لك ان هو هنا بيعملها وبتعمل نجاح، وبيقول لك الموضوع له عيوب، لازم تثبتها في مكانها فتره، ممكن تحفر وانت بتحفر السنان تعور السنان اللي جنبك. وبكده يا جماعه نبقى خلصنا الشابتر بتاعنا، واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم معانا، وان شاء الله نكمل بقيه الشابتر بتاعنا ونشوفكم على خير.